Okay, so today we're going to discuss one of the passages, as I said, in the book, which is in page 26 and entitled The Clinging Woman, اللي هي معناها المرأة المعلقة، واللي راح تشوفون مثل ما واضح بالصورة. هذا ملخص للقصة، summary of what events that are in this story, or what happens in this story. And it is made of two parts. This story is divided to two parts, part one and part two. فنبدأ بالبارت 1، وبداية القصة. ما أعرف إذا أكو أحد منكم يعني يريد يشارك بقراءة أسطر من القصة قبل لا نبدأ بها. يس محمد قاسم. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام يا محمد. شارك دكتور. أي بلش. The part one. The girl was أوكي. hidden by the hands from the realization of the balacona. The balacona was the was on the 12th 12th floor of the high risen balacona next to his. His felt was on the 9th floor. And he had to look up to see her. It was half past six of the morning. He had been awakened by the second of the craft flying dangerously low overhead and had got out of the bed to look. His sleepy eyes and dancing from the blue sky, which was empty of clouds, the empty of anything but he but the bright venturing lawyer of the aircraft lightened at first with this disbelief on the hidden figure. Thank you so much, Mohammed. Thank you so much شكرا لك. for your effort, Mohammed Qasim. This one is the part one of the story that Mohammed yani just read in a good way. قرأها بشكل جيد محمد. خلينا نقرأها هسه. The girl was hanging by her hands from the railings of a balcony. يعني بنت كانت معلقة من يديها على سوار البالكني، اللي هي قراها محمد كبلكونة، هي بمعنى بلكونة. نعم صحيح. فجاي يوصف الحالة حاليا اللي موجودة بالصورة بأنه بنية معلقة بيديها من أسوار البلكونة. The balcony, the balcony, was on the 12th floor of the high-rise block next to his. يعني البلكونة مو بلكونة طابق قريب للأرض، لكنه للطابق الاثناش لبناية عالية. يعني البلكونة تقع في الطابق الاثناش من البناية العالية اللي هي قريبة له، قريبة لمنه قصد، قريبة له لهذه الشخصية اللي موجودة هنا بالصورة. كيف راح يبدي يحكي عن القصة عن هذا الشخص. اوكي، هذا كان أقل منها بعدد الطوابق، لكن بحيث يعني من يفتح الشباك راح يباوع لها لفوق، يباوع لفوق يلا يشوفها معلقة. And he had to look up to see her. يعني كان عليه أن ينظر للأعلى حتى يشوفها. Okay, مثل ما وضحنا. It was half past six in the morning. كانت الساعة 6:30 صباحا. He had been awakened by the
مش قد قاعد هذا بالستة ونص، يقول he had been awakened by the sound of air of an aircraft. شنو اللي قاعده برأيكم؟ he had been awakened by the sound of an aircraft. قيصر لو هاي رفعت ايد قديمة. نعم سر، اهلا قيصر. العفو سر، المنبه. ممكن. شنو رأيكم؟ ثانك يو قيصر. ولا صوت طائرة كان قريب، يعني يا بارتفاع منخفض. فيري جود يا يس ثانك يو. ولا كان يعني تم إيقاظه بواسطة صوت طائرة ايركرافت. رغم انه يعني شبيهة للألارم، كلمة الألارم اللي قيصر كان يمكن يقصدها اللي هي منبه، فكان طائرة مو طائرة عادية، بس شنو flying dangerously low overhead، كانت طيارة يعني مرة بارتفاع منخفض بشكل خطر، يعني بحيث أيقظته من النوم لهذا الشخص اللي هنا بالبلكونة المجاورة، للفتاة اللي متعلقة من إيديها بالطابق الـ14، and had got out of bed to look. هذا من سمع عن الطيارة طلع حتى يشوف شنو سالفة الطيارة هاي. his sleepy gaze، نظرات النعوسة sleepy يعني بعدها مليئة بالنعاس، descending from the blue sky، يعني بدأ ينظر للتحت من السماء، بعد ما كان يبقى على السماء بدأ ينظر للتحت. هنا سيشرح السماء اللي كان يشوفها، which was empty of clouds، فارغة من الغيوم، empty of anything، وفارغة من أي شيء عدا ال bright vanishing arrow of the aircraft. منو عرف شنو المقصود؟ شنو اكو بالسماء؟ يس قيصر. هذا الدخان مالت الطيارة أعتقد. بالضبط. اي فيري جود ثانك يو قيصر. هذا الدخان اللي تترك الطيارة من بعدها، بحيث يصير خط مستقيم، شايفينه يصير خط مستقيم بالسماء، هذا اللي كان باقي فقط بالسماء، السماء كان صافي بعد ذلك. هذا نظرة التنازلية، هاي الديسيندينج مرات تلقوها مثلا اللابتوب أو بالموبايل، من تريد ترتب شيء معين، يا إما تصاعدي أو تنازلي، أسندينج تصاعدي، ديسيندينج يعني تنازلي. فهسه نظراته كانت تنازلية، ينظر لجوه من السماء، نزل عيونه من السماء، نظراته كانت at first with disbelief، نظراته بعدم التصديق بالتعجب، شاف شنو hanging figure، شيء معلق، figure شيء، لأن حد ما يدري إذا كان هذا بشر أو لا، hanging figure. هسه part 2، إنه عنده استعداد يشاركنا بقراءة جزء منه. يس سارة عصام. نعم أستاذ. يا Part 2. He really thought he must be dreaming, for this sunrise time was the was the hour of a dream. Then he wasn't. He decided it must be a stunt. This was be a season in a film. There were cameramen down there. Well, a film, in a film, well, a film unit, and all the correct safety. Precaution had been taken. Probably the girl wasn't even really girl, but dummy, he opened the window and looked down. Thank you so much, Sarah. You did very well reading these lines. قرأتهم بشكل جيد جدا، سارة.
فهي really thought he must be dreaming. هنا تكملت القصة، هو اعتقد بأنه هو جاي ينام، يعني قصدي جاي يحلم، سوري، اعتقد انه هذا حلم. For this sunrise time was an the hour of dreams. حتى هذا الوقت هو وقت ما الواحد يحلم، يعني قصده كان وقت الأحلام، هذا وقت الشروق الشمس. Then when he knew he wasn't, I knew اللي هي ماضي نو، بعدين من عرف هو ما جاي يحلم، he decided it must be a stunt. عقله وين صار؟ أول شي عباله حلم، بالمرتبة الثانية عباله شنو؟ عباله هاي ألعاب جريئة، أو يعني شخص جاي يصور تصوير لعمل جريء، أعمال بهلوانية. This was to be a scene in a film. عباله هاي شنو؟ سين، هاي سين يعني مشهد، عباله هذا مشهد في فيلم. واللي ضاف للتوقع مالته هو شنو؟ أنه there were cameramen down there. كان أكو ناس مصورين جوا، مصورين لازمين كاميرات، و a whole film unit، واحدة مال الأفلام كاملة، يعني مخرج وغيره، يعني فريق مال أفلام كامل جوا البناية. And all the correct safety precautions، يعني الإجراءات الاحتياطات مال الأمان كلها مأخوذة، كانت had been taken، كانت يعني مأخوذة، كل شيء موجود. فقال هاي مبين هذا الفيلم، وأصلا ممكن probably the girl wasn't even a girl a real girl but a dummy، حتى البنية يمكن أصلا مو بنية حقيقية لكن دمية. ما أعرف هنا وصلت سارة أعتقد، لو لا. He opened the window and looked down، فتح النافذة نظر للأسفل. من يكمل لنا؟ يس قيصر. Yes sir. Yes the car park. The car park above a cars. Guards space between the block at the outward straight. Coulson is knuckle and jerk more tigately. قيصر هذا السطر عبرته. على السبب. ايه. On the balcony. On the balcony. Real one of the dummy hands move clutching is an angel more to guide more desperately. He had to believe صدقت. Then the what was above the hoping. Okay. Yes. Unbelieving. One because Maudlin self-arrogant contrast over real life. Always the girl was trying to kill him, to cause her the she had lost. Lester never, and now was trying to stay alive. قررت أن تكون بعيدة، أن تجرب أن تكون بعيدة. Okay. All this thought and consolation of his accompanied, but there sound there here a cat. A cat he bike up the phone and delight emergency number. اتخذت يعني قررت ان تتصل بالاسعاف. Okay. For the police. Okay. Thank you, Qaisar. Thank you so much. So yeah, Qaisar read the rest of the
the story. Here I'm going to reread it again. Okay, we reached here. The car park was paved, courts, grass spaces between the blocks, all were deserted. عالم كانت اللي بين في جراج السيارات أو القاعات اللي أو الأراضي اللي مبلطة تحت البناية أو الحشيش اللي بين البنايتين اللي بينها وبينه كلها ديزرت. ديزرت تجي كصحراء، وإذا جت كفعل معناها فارغة، فارغة كالصحراء مفرغة. On the balcony rail, one of the dummy's hand moved. وهسه لحد تصدق بأنه هاي شنو هاي اللعابة، ففجأة شاف بأنه واحدة من إيدين هاي اللعابة تحركت. Clutching its anchorage more tightly, more desperately. إيدها جاي يمسك بالسور هذا بشكل أقوى وبشكل يعني شلون ما راح تيأس يعني بيأس. Okay. He had to believe then what was obviously happening. Unbelievable only because melodrama, though a frequent constituent of real life, always is. بعدين اضطر انه يصدق هذا الشيء اللي جاي يصير، رغم ما هو انه ممكن يكون شيء صعب تصدقه، بس شيء جاي يصير بشكل متكرر في الحياة الحقيقية، في الحياة اليومية. The girl was trying to kill herself. هذا الاستنتاج اللي وصل له، انه البنية جاي حاولت تقتل نفسها، انه ترمي بنفسها من الطابق. بعدين she had lost her nerve. انه بوقتها هي فقدت اعصابها. And now was trying to stay alive. بعدين غيرت رايها وتحاول تبقى على قيد الحياة. All these thoughts and conclusions of his occupied about 30 seconds. All these thoughts and conclusions of his occupied about 30 seconds. هاي تفكيراته واستنتاجاته. Conclusions هاي تلقوها مثلا بالبحث اللي تكتبوها، اللي هي الاستنتاج. فهاي التفكيرات والاستنتاجات اخذت منه بس شقد 30 ثانية. Then he acted. ثم بدأ يعمل، قام بعمل اللي هو اتصل بالامرجنسي بالطوارئ حتى يتصل بالشرطة. The arrival of the police cars and the ultimate rescue of the gun became the focus of gossip and speculation for the tenants of the two blocks. يعني هنا عبر القصة بشكل كبير بعد مدة زمنية جاي يحكي انه يقول قدوم الشرطة ونقاب البنية صار حديث الناس، حديث ذول السكان البنايتين، بنايتها وبنايته. Someone found out that it was he who had alerted the police and he became unwilling hero. شخص من الأشخاص عرف إنه هذا هو اللي خبر الشرطة، وهذا صار بطل هيرو. He was modest, quiet young man, and disliking this limelight was relieved when the talk began to die away. ما يرتاح، هو كان هو شخص متواضع وهادئ وشاب، ما يحب هاي الأضواء اللي تسلطت عليه. كان مرتاح، ارتاح من هاي الأحاديث. بقت فترة وبعدين بدأت تموت الأحاديث، ما حد قام يحكي بيه بعد. When the novelty of it wore off and he was able to enter and leave his flat without being pointed to as a kind of Saint George and sometimes even congratulated. ارتاح انه بعد ماكو من يطلع كلها تأشر عليه، point at him. Okay, when I point without pointed at، ما حد يأشر عليه ويقول هذا مثل سين جورج اللي هو يعني القسيس القديس، شخص مبارك هذا سوى انجاز رائع. وبعض الأحيان حتى يقولوا له مبروك
يعني على هذا العمل اللي قمت به. فمن خلصت هاي الأشياء اللي هي تسليط الضوء عليه وبدأوا الناس بعد ما يهتمون، هو حس براحة لأن ما يحب هاي الأشياء. شخص متواضع كان. About a fortnight after the morning of melodrama, he was getting ready to go to the theater, just putting on his overcoat when the door bell rang. بعد فترة من هاي الحادثة هي بعد فورتنايت يعني أسبوعين، كان يريد يروح للثياتر للمسرح، وكان يرتدي الكوت مالته. فجأة الباب جرس الباب اندك. He didn't recognize the girl who stood outside. بنية واقفة بالباب ما عرفها، لم يتعرف عليها. He had never seen her face. ما شايفها قبل. She said، قالت له، I'm Lydia Simpson. أنا اسمي ليديا سيمسون. You saved my life. أنت أنقذت حياتي. I came to thank you. I have come to thank you. أتيت لأشكرك. إذن هاي البنية اللي نقذها هي اللي كانت الشخص اللي أتت لزيارته في ذلك اليوم. Okay, so هذه القصة شوية أفضل من القصة السابقة عن جزيرة هاواي، راح تكون مهمة عندنا بالنسبة لي الشهر الثاني. أما هاي الأسئلة فما راح تكون، يعني ما أنتظر إنه تدزوها كملف وورد، لكن راح نتناقشها الأسبوع القادم. فأتمنى أن تستنتجون أجوبتها قبل المحاضرة القادمة، لأن راح نبدأ نتناقش بها. أوكي، ولا إن شاء الله. هي حلوة شوي القصة، أفضل. أي مناقشات هنا صايرة؟ أوكي، صار قديس صحيح مريم توفيق، قررت تبقى على قيد الحياة. سوري قيصر شفات، ما كنت منتبه لملاحظتك، فلو أدري كان قربتها أكثر. أوكي، على العموم ثانك يو على مشاركاتكم اليوم، مشاركات جميلة. فما ماتت غفران، فقط عايشة. صحيح قيصر، عمريك صحيح. اوكي، اذن اي